تبقى في عيننا تذكار واللحد على قيسنا مقدود. صوتي نادي قال يا حضار ما ريت سحابة تخبي الطود. في الحياة هذه في أشخاص اللي تحطم حاشاكم حتى في 20 سنة في الدخول في الكوم انت عزبانها تخرج تلقاها من بعض. خرج براءة ولكن ما خرج براءة خرج مكمل. حتى ولا الميزان سقف على ربي ما يزوش 40 كيلو. الموت نتاعو فيها علامة استفهام. Il est mort d'une crise cardiaque. Impossible. رحمنا قصيص اللي باش يقتل. مسعود زكار مات مسموم. صح باش نقول لك مسموم ولا مش مسموم يعلم ربي. أنا ليا عمي لا يتيلي كيدي. سي تري بوسيبل. داروا له البوازون في الماكلة في ريستورون. أخرج من الريستورون قالت لي دخلك. قال لي هي جداد. وأنا ما تقبلتهاش قلت له نو نو بليز تراي سمثينغ. حكمت في ربي وصبر نكتبها لك ربي ياك تعديها. جاء التعجيل بالمحاكمة والتي يعتبرها المقربون منه والعارفين بدهاليز السلطة بعد ضغط أمريكي على الرئيس شادلي بن جديد الذي تعهد بإطلاق سراحه للرئيس الأمريكي رونالد ريغان ونائبه جورج بوش الأب الذي كان صديقا حميما لرشيد كازا. إلا عند سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية وسأله بوش فأذنذاك كان نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بأن يبلغ سلامه أو كيف حال صديقي مسعود زكار. بيش دعبي كاقل وماذا بك عندنا لك زكار في مالا ماذا بيت الصحبة دول تصنقوا تشوفوا يا فاضل وهذه صحة لأمريكية دربها ستون أناليز بوليتيك possible يعني. مباشرة عقب زيارة قادته إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليعطي أوامره بمحاكمة مسعود وإطلاق سراحه. بن يلس قال لي il a commencé à discuter politique il a pas dit tout de suite on va le libérer بالعقل بالعقل puis on a fait un accord قال لي le jour de l'audience il sort. في هذه الرسالة التي حصلت عليها الشروق حصريا المرسلة من طرف الحبر الأعظم بابا الفاتيكان يوحنا بولس الثاني إلى مسعود زكار يقول فيها: معهد حقوق الإنسان، مدينة الفاتيكان، 23 من مارس 1985، روما. السيد مسعود زكار، 50 مواليبو جنيف 1202. سيدي المحترم، صديقي المحترم، أعود إليكم بعد صمت طويل. يسرني أن أقول لكم أن مشروعكم في المشاركة العربية للجنة البابوية حول الوضع الدولي للقدس ولقد قدمته للبابا. هذا الأخير أظهر رغبة في تعميق الفكرة. إن مشروعكم مؤرخ في سنة 1982 وبالنظر للتطورات الأخيرة للمسألة الفلسطينية على العموم ولبنان خاصة
يجب إجراء بعض التغييرات. الباب المقدس كان يريد في الأصل أن يشارك مندوبا يهودي أو إسرائيلي، ولكن كان من الواضح أن اليهود سيستمرون في الحفاظ على الوضع السائد لاحتلال القدس، فالوزير الأول الإسرائيلي قال ذلك بوضوح عند زيارته للفاتيكان. وبالتالي واجب على العرب والمسيحيين السعي لتدويل الأماكن المقدسة وخاصة القدس، وهكذا تكون خطتكم قد أخذت بالحسبان وعلى أعلى المستويات. وبعد استعادة الجزائر لمكانتها على الصعيد الدولي بفضل الرئيس ودبلوماسيته المهيكلة، كان من الطبيعي أن يتم أخذ مخططكم بعين الاعتبار من طرف المقر البابوي. والبابا يحذر إلى تدخل أمام الأمم المتحدة لصالح تدويل الأماكن المقدسة مثل القدس، ويريد أخذ مقترحاتكم حتى تكون سنداً لمبادرته. إن الزيارة الأخيرة لرئيس الجزائر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لن تستطيع إلا أن تدفع بمبادرة البابا إلى الأمام، ويجب علينا أن نتصرف بسرية صارمة حتى لا ينتبه الإسرائيليون والمعارضون لحرية القدس لهذا الموضوع. سأكون سعيداً بلقائكم في روما أواخر هذا الشهر من ماي، أين ستقابلون البابا في حوار خاص، حيث ستشرحون له وتناقشونها معه، فله الحق في ذلك. وإلى حد الآن سأكون أنا مكلفاً بهذا الإشكال. ومن جهتكم ينبغي تحضير الأرضية بمعية سلطات بلدكم. اسمحوا لي أن أطلب منكم إرسال الرد على عنواني الشخصي المشار إليه أدناه، وإذ أنه من الأفضل إبقاء الموضوع في سرية تامة ما أمكننا حتى زيارتكم للبابا. تقبلوا سيدي مشاعر المحترمة. بلوسكي، معهد حقوق الإنسان. وكل اللي كانت عنا كل اللي على بالنا بلا حل يطلبوه. تعيش تعيش أرض الأسود، تعيش تعيش أرض الجدود. وما حبوا يصوروه على أساس أنه عبارة على إنسان كما قال أحد الشهود في شهادته، عبارة على إنسان متطفل على بومدين. Vous allez faire le procès de Boumedine alors que Boumedine est aimé par le peuple algérien. بصورة ما إذا كان ما عندوش ما يثبت وش علاقته بومدين. C'est le président qui lui donne des ordres. وعندنا دي بروف. إنسان كل ورقة يصوره ويخبيها من تاع الثورة مش درك، كل شيء عنده فوتوكوبي بيد ولا مكتوبة بالآلة ولا مكتوبة بالكاشي بتاعها. جبهة التحرير الوطني الجزائري وجيش التحرير الوطني الجزائري، القيادة العامة للولاية الخامسة وهران، في 19 من أفريل 1958،
العقيد قائد الولاية الخامسة لوهران إلى الأخ رشيد. تبعا لمكالمتكم أبعث إليكم مع الساعي مبلغ 8 ملايين فرنك فرنسي كأول دفعة ضرورية من تكاليف العملية. ليس من الضروري أن أخبركم بالحاجة المستعجلة التي نحن فيها بخصوص الذخائر من كل العيارات وخاصة التالية 762 طول 759 ميم ميم خاص 43 11 توبسون 303 باسين ألف. فيما يخص عيار 20 ميم ميم الذي كلمتموني عنه أعلمكم بأننا لا نملك سلاحا يخصه. كنا نأمل لو تعلموننا قبل فترة، لكن لا نعيد خطأ الماضي الذي كلفنا الخسارة، ونرجو منكم أن تخبروننا مسبقا لكي نزودكم بالمبالغ الضرورية في الآجال المطلوبة. في المقابل نطلب منكم أن ترسلوا إلينا على وجه الاستعجال صناديق الذخائر التي بين أيديكم. نحن في ظرف صعب، لهذا لا يجب التفكير في تكلفة العملية. حظ موفق وأخويا، عقيد الولاية الخامسة وهران بومدين. Les inspecteurs de la sécurité militaire, quel jour tu es parti, tu as fait des affaires et cada cada. Qui c'est qui pouvait l'envoyer? C'était que le président. أرض بهواري بومدين السكرتير جنرال أمير أرض بهواري بإنترنت تحقيق فلاني أرض بومدين ترنا كذا أرض بومدين ترنا كذا أرض الحياة تعطي تسهلوا له كذا إلى آخره تقلت الأمور. في رسالة موجهة من العقيد بومدين إلى رشيد كازا والمؤرخة بتاريخ 27 أفريل 1958، أخي العزيز رشيد، ليس من الضروري أن أذكركم مرة أخرى بنقص الذخائر الذي يقلقنا كثيرا، لأن كل شيء قد قيل من قبل في رسالة الأخيرة. من ناحية أخرى نعلمكم بأننا استلمنا 5 صناديق من عيار 57 ميم ميم التي لم نستعملها في الوقت الحالي. كما تعلمون مسبقا لا نملك مدفع من عيار 57 ميم ميم. وفي الأخير أقدم لكم خالص التحيات، تشجيعي وحظ موفق. بومدين مرفق، تكليفك بالمهمة. Quand j'ai écrit au président de la République et quand j'ai parlé à, aussi bien à Khal Hayat qu'à l'Anchid Ben Yelis, nous allons convoquer les clients, les témoins, la liste à les égards. Il faut nous aider à ce que le procureur de la République accepte de les convoquer et nous, on va leur poser des questions. ومن خلال اكثر واكثر الشهادات، الشهادات اللي قطعت التابر للاخر. بدات صغيره وبدات تكبر، زيد الخبز زيد زيد زيد, زيد السميد زيد الزيت طلعوها له وانفشت، كل هذه انفشت امام العداله. بناء على التصريحات نتاعو اللي ادلاها امام الضبطيه او التحقيق الابتدائي، استخرجت الاسئله واللي ارجعت ضده. قال على سبيل المثال، قال انا من بدايه من سنه 1956 تعرف على الامريكان وتحصل على بعض العتاد العسكري كما هو معروف كما هو مكتوب. فاذا تستنتج من هذا القول هذا على اساس انه كان يتعامل مع المخابرات الامريكيه للسياد من ذلك الوقت 56. يعني كلامه رد عليه واصبحت تهمه عليه. وديجا لو فات اللي بعد 3 سنين وما على بالكش لكان راح يتحاكم ولا ما يتحاكمش. اصلا سما شغل فقدنا الامل، ما حتى هو فقد الامل باللي يخرج. ومن بعد فجاه يجي القرار انه يتحاكم.
الوغ مسعود في المحكمه حاجه الاولى جاء داخل كوستيم فواتور مرسيدس قلت له ساي تي اشتي اون فواتور قال لي نو سي مي فرير كي مون رامني قلت له لي فرير تي فرير قال لي نو لا سيكوريتي ميليتير لي جابوه يهضر ثم في الاودينس يقول لهم شوف قول لهم المحاكمه هذه نتاع مسعود زقار ماهيش عجبه ماهيش عجبه شي نورمال السيد هذا كان صاحب البريجيدا والبريجيدا ومات لازم يتلي كده تري بوسيبل علاش سي تري بوسيبل باسكو اي افي كو لوي كي افي انتيري ا ايكارتي زقار سولمون اي افي دي زيرور زدنا درنا طالب قضيه التحقيق قال السيد هذا ماشي نابورت كي التهم هذه ما لازم تسمعوا شهاده الشهود يجب التذكير أن السيد مرباح كان خلال حكومة بومدين يشتغل كمدير عام للأمن العسكري في الدفاع الوطني، وهذا حتى مجيء الرئيس الشاذلي بن جديد إلى السلطة، وبعد ذلك تم تعيينه كعضو في اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني، ثم أمين عام للدفاع في الأول من أكتوبر 1984، ثم أصبح عضوا في المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني. هذا ما جاء في خلاصة التصريح المقدم لقاضي التحقيق على شكل رسالة. شهادة قاضي مرباح. زكار كان سريا فيما يخص نشاطاته، وكان يذهب كثيرا إلى الخارج. زكار كان صديقا للرئيس بومدين. زكار كان يستقبل الرئيس في بيته، وكان يتكفل بشؤونه الخاصة. ومنذ سنة 1973 زكار كان يتكفل بزوجته خلال سفرها للخارج. زكار كان يقوم بمهمات إلى الخارج بتكليف من الراحل هواري بومدين، سواء إلى الولايات المتحدة الأمريكية عندما كانت العلاقات المتوترة مع هذا البلد، وسواء إلى المغرب. العقيد شابو قد أكد أن زكار تم تعيينه رائدا. كانت رواية زكار صحيحة فيما يخص المسدسات المستوردة من أمريكا سميث وويسون وكوبرا. لم يتكفل بي أبدا مسعود زكار باستثناء العلاج الذي دفع تكاليفه لابنتي وزوجتي بسويسرا. جاءوا المحكمة وحضروا بجملة من الأمير الدكتور أمير رحمه الله اللي أثناء المحاكمة اللي صرح يقول أنا السيد محمد السيد فلان مسعود زكار أنه في حد ذاته مؤسسة، هو دولة هو في حد ذاته مؤسسة، وأنه له علاقة حميمة مع حواري بومدي، وأنه هو الكونفيدون تاعو، هو كان أسرار ما نعرفوهاش أنا واللي يعرفها. شهادة السيد أمير محمد أمين عام سابق للرئاسة في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، ثم أصبح وزير العمل وهذا دائما في عهد بومدين، وبعد موت بومدين أصبح رئيس مجلس المحاسبة بعد أن تم تعيينه في اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني. شهادة السيد أمير محمد خلال خدمتي في رئاسة الجمهورية منذ سنة 1970 تعرفت على المسمى مسعود زكار المكنى رشيد كازا والمعروف بالصديق الموثوق للرئيس السابق بومدين الذي كان يقدم له مهمات متنوعة وبطريقة مباشرة بدون أي وسيط، وكان يتكفل أيضا بمشاكله الخاصة والشخصية. ولكوني أمين عام تحت أمر بومدين أحيانا كنت أقدم له أوامر لمهمات في الخارج أو ملفات أو تحقيقات لغرض الأمن الداخلي أو الخارجي للجزائر أو لمشكلات اقتصادية متعلقة بالبلاد، ومسعود معروف في كل الرئاسة تحت اسم الرائد رشيد، وكان يتقدم للرئيس الراحل تحت هذا الاسم، وكان يستقبل باستمرار من طرف الرئيس في مكتبه أو منزله. كلها كانت إيجابية، واعتبرت بلي أن لا أحد يمكن أن يشك
في وطنية هذا الشخص، ولا أحد يمكن أن يتعنى في شرفه، ولا يمكن أن يصدق ما يقال عنه أنه إنسان وطني وقدم خدمة جليلة للوطن. شهود هذا كل الجو هدروا الهدرة هذيك اللي كانوا هدروها الجماعة ذوك اللي شهود هذوك سدد الزاد شجعته هو، هما واش هدروا ما هدروا والو يعني تقول شو هدروا الشيء اللي كاين، هدروا الشيء اللي في مسعود للمحكمة السيد هو واش كان واش كان واش كان في الثورة واش كان في ذاك، ما هي العلاقات اللي كانت ما بينه وبين بومدين هذيك هذه هدروا يعني الحقيقة ما هدروش هذيك. أثناء وبعد الاستقلال أنه علاقة شديدة قوية بينه وبين بومدين، أن بومدين يثق فيه ما يثق هو الكونفيدون تاعه هكذا سيستي سون كونفيدون، بومدين عنده الثقة التامة في رشيد هذه صح. شهادة السيد عبد المجيد أوشيش عقيد سابق في جيش التحرير، تم تعيينه مديرا عاما للتعاونية في الجيش الوطني الشعبي ثم وزيرا للبناء بعد انتخاب الرئيس الشاذلي بن جديد، وتم تعيينه أيضا في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، ثم تم تعيينه سفير الجزائر في البرازيل، وهو المنصب الذي تقلده إلى غاية نهاية شهر جويلية 1984. شهادة السيد عبد المجيد أوشيش كان يحظى بثقة الرئيس، وكانت تجمعهم علاقة تبدو صداقة منذ حرب التحرير. راشد زجار لم يخفي أبدا أنه يقوم بنشاطات تجارية خاصة ولم يتقلد أي منصب رسمي، علاقته استمرت مع الرئيس الذي كان ظاهرا أنه يمنحه ثقته والذي كلفه القيام بمهام هي من صلاحيات الرئيس التي تخوله التعامل بسرية. وخلاصة هذه الإجابة من الضروري إضافة ما نختم به القول أن شخصية زجار تمتعت مبكرا بوطنية مناضل، وانخرط في مرحلة لم يكن ذلك مشاعا ولا يمكن إظهاره بسهولة. هذا كامل كانت شهادة نتاعهم متطابقة إلى شهادة الاثنين، لأن هذا الإنسان كانت عنده علاقة متينة جدا وبينه وبين الرئيس الراحل هواري بومدين لا يعرفونها إلا هو، كانت أسراره عنده وأسرار الآخر عنده، علاقة خاصة كأنهم إخوة، ما كان سر بيناتهم، ما كان أي سر بيناتهم، كان راجل ثقة وراجل خفاء وراجل مهام صعبة. شهادة السيد أيت مسعودان حالياً عضو دائم لأمانة جبهة التحرير الوطني ووزير سابق في حكومة بومدين وحكومة الشاذلي بن جديد، رسالة موجهة إلى السيد قاضي التحقيق في 25 أبريل 1984. شهادة السيد أيت مسعودان حالياً وحسب المكالمة الهاتفية التي أجريتها مع هواري بومدين والتي جعلتني أشعر أن مسعود كان مكلفا بخدمات هامة داخل جهاز الأمن، وعلمت أيضا أن زجار كان على اتصال بالزعماء الأمريكيين بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية معهم، كنت استقبلت بمطار العاصمة رجل الفضاء الأمريكي بورمان بتعليمات من مسؤول التشريفات بالرئاسة، فإن ذلك يخص دور مسعود زجار فإنني أضعه بكل صدق في إطار المهمات المطلوبة. كما افترضته من قبل فكان دوره يتمثل في المحافظة على الاتصالات مع الحكومة الأمريكية والتدخل للحصول على قروض لمخططاتنا التنموية. وبالنسبة للسيد أندرسون تعرفت عليه في عشاء رتبه مسعود تكريما له حيث دعاني إليه وعرفه إلي بصفته مبعوثا خاصا من الحكومة الأمريكية. الدور هذا ما يعرفه غير بومدين، ما يعرفه غير بومدين، هو اللي كان يعرف الدور نتاع كل واحد في المخابرات، لأن كل شيء يرجع ليه. اللي كان يعرف هذا مثل ابو مدين كلفوا بمهمات خاصه احنا ما نعرفوا ايه، هم يقولوا احنا كمسؤولين كوزاره كذا ما لبناش مهمات يكلف بها.
تبعا لرسالة موجهة لقاضي التحقيق وردت من ستوكهولم بتاريخ 28 مايو 1984. ينبغي التذكير بأن إسماعيل حمداني حاليا عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني وسفير الجزائر بإسبانيا، وسابقا كان يشغل منصب سفير الجمهورية الجزائرية بالسويد. خلال عهد حكومة بومدين كان يشغل إسماعيل حمداني مناصب هامة برئاسة الجمهورية، تارة كمستشار وتارة كأمين عام مساعد برئاسة الجمهورية. وقد كلفه الرئيس هواري بومدين بملفات خاصة كالملف الأمريكي، وأيضا بملفات اقتصادية وسياسية. في هذا الإطار كان لإسماعيل حمداني فرصة العمل مع مسعود زجار، ودائما بأوامر الرئيس الراحل. شهادة إسماعيل حمداني. كان له مع الراحل هواري بومدين علاقات تعود لتاريخ حرب التحرير، ومما أعرفه أيضا أنه كان يحيط الرئيس علما ببعض المعلومات والبلاغات والتي تهم بلدنا. لقد كلف زجار بالملف الجزائر أمريكي منذ سنة 1967 إلى غاية نوفمبر 1974. كان دور زجار غير مباشر وموازي على مستواي، كنت أستقي منه المعلومات بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد حدث وأن حضرت في مرات متعددة خلال زيارة شخصيات أمريكية للجزائر العاصمة أن التقيتهم على مآدب عشاء ببيت مسعود زجار وبترخيص من الرئيس الراحل بهدف تزويدي بمعلومات وإبلاغ الرسالة الجزائرية. هو سيد كان واثق بنفسه، كان ستدير ثم هكذا كي يهدر واسي وديك على باله، مش يعني خايف ولا مواسي ولا حاجة. جوالات ساعدوا من ناحية أن المعنويات نتاعو ارتفعت، أنه مازال هناك في البلاد رجال لا يخشون النظام. نقول لهم أنا ما خنتش بلادي، وأنا نموت واقف برب إن شاء الله، قال لهم نموت واقف وما خنتش بلادي، أنا خدمت على الوطن. ثماني شهادات ألقى بها رجال الدولة في المحكمة العسكرية بالبليدة، كانت كلها في صالح ماضي ونضال رشيد كازا، إلا شهادة محي الدين عميمور التي تعد نشاز. لا أذكر إطلاقا أن سمعت أو رأيت تصرف من رشيد زجار يوحي بأنه يستغل صلته المباشرة برئيس بومدين. شهادة عميمور محضر استجواب 15 مارس 1984. عميمور زجار توقف عن التعامل مع الرئاسة بين سنتي 76 و77. لا أظن أن الراحل هواري بومدين كان على دراية بالمبالغ المالية والرشوة التي قد أخذها زا من الشركات الخارجية بعد أن اتصل بمنظمات دولية على حساب المصلحة الوطنية. وإذا كان هذا صحيحا أظن أن زا استعمل اسم الرئيس الراحل مهما كان الثمن للوصول إلى أهدافه. ظلت علاقة الرئيس بومدين برشيد زجار إلى آخر يوم في حدود معلوماتي، أو إلى 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 آخر مرحلة المرض أنت الرئيس بومدين، وهذا يؤكد لي أن الثقة كانت دائما مستمرة. كانوا ما يخطوناش من الدار، كعدنا نروحوا لهم واحد ما يقابلنا واحد ما يهضر معهم. البروكيور حبسوا قالوا الحبل انا اون ريتيري نو انفراكسيون اي لا بداو الناس سيركولي قال كيفاش يفا سورتير هذا الى سي كوم سا. كان
يعني جو عائلي اكثر منه محاكم، يعني كانت العائله حاضره كانت مفر. وكان من نوع من الارتياح يعني. شهادة عبد المجيد علاهم عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني أدلى بهذه الشهادة وهو يشغل منصب سفير الجزائر في الاتحاد السوفيتي موسكو. يجب التذكير أن عبد المجيد علاهم ضابط رفيع بجيش التحرير الوطني سابقا، وخلال حكومة الرئيس بومتين كان يشغل منصب التشريفات برئاسة الجمهورية، ولاعتلائه هذا المنصب تعرف على مسعود زكار. بالمقابل عبد المجيد علاهم شغل دوما في عهد حكومة بومدين منصب أمين عام برئاسة الجمهورية، ثم وزيرا للسياحة في حكومة الشاذلي بن جديد قبل أن يتم تنصيبه كسفير كما هو مشار إليه أعلاه. شهادة عبد المجيد علاهم عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني. أما بخصوص المقابلات مع الرئيس الراحل هواري بومتين، لم يكن مسعود زكار يمر عبر قناة مدير التشريفات. بخصوص علاقاته مع الرئيس الراحل كنت أجهل تماما أيضا ماذا كان يجري بينهم من أمور، ولم يحدث أن كان الرئيس هواري بومدين أن طلب مني استدعاء مسعود زكار أو أنقل إليه أوامر أو توجيهات أو حتى أدقق معه دوره أو حتى أن أعرف نواياه في الإطار التنظيمي المهني. قالوا ما السيدة راه مؤسسة، مؤسسة زكار هون الإمام ستين انستيسيون أوفمان كي في انترفونسيون اكستراوردينير. قال لهم Messieurs les juges, Hna fi waqt Boumedien, on était des hommes institutionnels. شهادة السيد هوفمان سليمان عقيد سابق وعضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني. يجب التدقيق أنه غداة الاستقلال كان سليمان هوفمان يشغل منصب رئيس ديوان هواري بومدين، نائب رئيس المجلس ووزير الدفاع الوطني لاحقا. السيد هوفمان شغل منصب مكلف بالعلاقات الخارجية خاصة مع الحركات التحررية. غداة 1965 تم تنصيبه مستشارا بالرئاسة، وهي المناسبة التي كان فيها على علاقة بمسعود زكار بشكل متواصل، ثم والي للعاصمة ما بين سنتي 1970 و 1975 ليصبح في النهاية مسؤول العلاقات الخارجية للحزب دائما في عهد حكومة بومدين، وكان من المتوقع أن يبقى في هذا المنصب إلى غاية 1984. شهادة السيد هوفمان سليمان. بعد الاستقلال أصبح الصديق الحميم للرئيس هواري بومدين، وكانت له كافة المنافذ للإدارة الجزائرية المدنية والعسكرية. في السنوات الأولى للاستقلال كلفتني وزارة الدفاع الوطني حيث أمرني بصفة رئيس الديوان أن أساعد مسعود زكار رفيق السلاح السابق من أجل الحصول على صفقات لتجهيز الجيش الوطني الشعبي. بعد الفترة التي كنت فيها بوزارة الدفاع كنت لا أزال على علاقة بمسعود زكار بصفته الصديق الشخصي وصديق الراحل هواري بومدين. لقد اطلعت على أن مسعود زكار كان مكلفا من قبل الرئيس هواري بومتين، وهذا لصالح البلد، مع العلم لما للرجل من علاقات أعمال على المستوى الدولي، وقد كان حتى عضوا بعدة بعثات رسمية وخاصة للولايات المتحدة الأمريكية. وحتى أكون صريحا معكم ومراعاة للسياق السياسي لتلك الفترة المستمدة أساسا على الشرعية الثورية، يعني أن السلطة كانت ممارسة عن طريق رجال هيئات، أنه لمن الصعب أن أسوق أحكاما قيمة على شخصيات على أساس قواعد السلطة الدستورية. أقول هذا من أجل أن أبين أن الراحل هواري بومدين وكل أعضاء مجلس الثورة والحكومة، وكانوا على علم بأن مسعود زكار كان يتلقى عمولات في إطار صفقات كانت تبرم بين هيئات جزائرية ومؤسسات أجنبية. أما
امام الشهادات هذه المدلات امام المحكمه العسكريه، واللي كانت شهادات قويه جدا قويه جدا، فانتهت المحاكمه الجوج من بعد شافوا الدعوه بلي راه يعني راه تهمات يعني باطله ما فيها شك، ولاو سي تدير ما بقاوش يعني حارتين هكذا كما نقولوا. المحكمه في حد ذاتها في القناعه على بالها بلي القضيه مفبركه، يعني قضيه تصفيه حسابات، يعني راه امام ملف فارغ. وهذا ما يؤكده المجاهد الحاج بن علاء المسؤول المباشر لمسعود زغار في الولاية الخامسة عندما كان نائبا للملهم الشهيد البطل العربي بن مهيدي. قال المجاهد الحاج بن علاء إن الرئيس الأسبق بن جديد ساهم بشكل مباشر في قضية اتهام وسجن المجاهد المعروف مسعود زغار بداية الثمانينات، والتي ترتب عنها سلب جزء هام من ثروة الرجل التي كانت مودعة لدى بنوك أجنبية. وأضاف أن الشاذلي رضخ لإرادة جورج بوش الأب الذي كان على رأس مكتب الاستخبارات الأمريكية CIA، والذي أصدر أمراً بإطلاق سراحه نفذته السلطات الجزائرية أنذاك. بلا الشاذلي ما كناش ننجحوا في السيستم نتاعنا نتاعي. إيه بلا لو كان موش هو اللي قال لهم طلقوه ما يطلقوه. وغرفة الاتهام اللي عجبك فيها في الحيثيات نتاعها يقول باللي ان هناك لم يكن هناك اي تحقيق جدي، وان كل ما هناك في الامر ان التحقيق هذا عباره على استعراض للحياه الشخصيه والدور اللي لانه قلت لك ان التحقيق مبني على اساس الكلام اللي قالوه زكار، وهذا رئيس المحكمه في هذا رئيس الغرفه انتبه له. في هذا التحقيق التابع للاستعلامات والاستخبارات الجزائريه والذي حصلت عليه الشروق حصريا جاء فيه: من جانب الإجراءات المؤرخة في 17 جوان 1985 لا تحتوي على أوامر وكيل الجمهورية العسكرية، وبالمثور أمام المحكمة العسكرية بالبليدة وبموجب قرار الإحالة والتهم المتتالية المشار إليها سابقا، المتهمون الأربعة تم تبرئتهم من التهم الموجهة لهم في الجلسة المؤرخة في 4 أكتوبر 1985 بعد محاكمة دامت 6 أيام. يعني مصدح ديفينيتيفما على ماجوريتي دي اسيسور، باسكو يافي دي اسيسور. حكم ببراءته ببراءة بمعنى أن التهم زائفة، بأن التهم باطلة، بأن التهم لا أساس لها من القانون. هذا ما نعتبر بأن السيد هذا بريء، بمعنى حكمناه وهو بريء. جاء في كتاب أسئلة العدالة محاكمة زغار للنقيب السابق الطيب بلولة في الصفحة 155 نص البراءة: المحكمة العسكرية البليدة المنعقدة علناً المختصة بالجنايات بعد اجتماعها ومداولتها طبقا للقانون وبإجماع الأصوات، رفض الدفوعات المقدمة من هيئة الدفاع في الشكل والمضمون وتعتبرها غير قابلة للاستلام، وتمنح السيد العون القضائي للخزينة العمومية من خلال تدخله في المحاكمة وما يخوله له القانون للتقدم إلى الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض لما تكبدته الدولة. تعلن براءة المسمى زغار مسعود عن نان العيد مايزي عبد القادر وجلال الصغير، تقرر إطلاق سراحهم الفوري في حالة عدم حجزهم على ذمة اتهام آخر، تحميل الدولة أعباء المحاكمة، وهذا طبقا للمواد 186 و167 و177 و178 من قانون القضاء العسكري، تكلف وكيل الجمهورية بتنفيذ الحكم بناء على المادة 213 من القانون العسكري، تم التوقيع على الحكم من طرف الرئيس وكاتب الضبط تبعا لتوقيعات تم الإمضاء الفوري حين النطق بالحكم.
لان في الحياه هذه في اشخاص اللي تحطم حاشاكم حتى في 20 سنه في الدخول في الكوم نتاع الزبانها تخرج تلقاها منضاف. كاينين يعني في الدنيا معادن. قالوا كان بومدين حيما 99% ما يصرالوش هادشي. في هذا التحقيق التابع للاستعلامات والاستخبارات الجزائرية جاء فيه بعد مداولات المحكمة مذكرتا الدفاع اعتبرتا غير مقبولتان في الشكل والمضمون. إعطاء الحق للعون القضائي للخزينة في تدخله، رفض قرار الوزارة العمومية القارة بوقائع خطيرة والتي لم يتم الإشارة إليها في قرار الإحالة، التصويت بأغلبية الأصوات، يقرر براءة المتهمين الأربع وتعلن المحكمة تبرئتهم. جلب الوثائق في مصلحة مسعود لتثبت براءته من من التهم الموجهة إليه المنسوبة إليه. رب لماذا خرج بالبراءة إن كانت التهمة هي الخيانة؟ ولماذا البراءة إن كانت مدة السجن 33 شهرا ظلما وبهتانا؟ جاء في كتاب قضية زجار ميوعة دولة تحت حكم الشاذلي للكاتب الصحفي حنفي تدموت في الصفحة 130. الموجة الصادمة التي سببها الحكم أتت على غالبية الضباط الذين تدخلوا بصفتهم المهنية في محاكمة زكار. حملة التنظيف بدأت في المحكمة العسكرية البليدة يوم 15 أكتوبر 1985 بعد قرابة 10 أيام فقط بعد المحاكمة. الرائد ميلود عمراني أنهيت مهامه بصفته الوكيل العسكري، وفي اليوم الموالي جاء الدور على النقيب شوقي بن عيسى قاضي التحقيق العسكري حيث استلم قرار التوقيف وبدأ الانهيار. النقيب بوسيس قاضي التحقيق الأول موقف، الملازم حسان قاضي التحقيق الثاني موقف، الملازم مقراني نائب الوكيل الأول موقف، ولأول مرة في تاريخ البلاد محكمة عسكرية البليدة على وجه الخصوص بقيت بدون قضاة لمدة أسبوع. في 15 من جانفي 1986 تم شطب من مراقبة الجيش وبدون سبب الرائد أحمد تريشين نائب مدير القضاء العسكري بوزارة الدفاع الوطني، الرائد ميلود عمراني وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، النقيب شوقي بن عيسى قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية بالبليدة. بالتعبير المدني هؤلاء الضباط تم توقيفهم وطردهم مع استحالة لجوئهم إلى الطعن، الجيش لا يريدهم. ايه داروا والو يحبوا العربي بالخير كي يا بوي لوربي يحبوا نحيه من هو كي يجيبوا له لونسينمون نحاه من فما باش يقعد وحده. سي اون ايغور غراف دو العربي بالخير. سي اون ايغور تري 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 غراف. يجي الرئيس بوتفليقه ويجعل منه مدير الديوان نتاعو. هذا السيد اللي حارب بومدين ونظام بومدين. أصدقاء بومدين ومحو كل الأثار تاع بومدين. تبقى عالمة استفهام. الرئيس نهار جاء كرم 52 ولا 50 شخصية، علاه ما كرمش السيدة؟ خرج براءة ولكن ما خرج براءة، خرج مكمل. سيد كان خالص، كان مريض خالص، تعب، كان تورتير،
تاع هذاك يعني حتى ولا الميزان استغفر الله ربي ما يزوش ما يزوش ما يزوش 40 كيلو. كاين دخل منهار خلاص. خرج مسعود من السجن وهو في حالة صحية تدل على أنه يعيش أيامه الأخيرة. خرج مريض، خرج بالطونسيون، خرج بالديابات، خرج كذا، خرج حرمان من عائلته وما يقدر. إنسان محطم ديبريمي وإيزولي، السول مويان اللي كان ليه هو أنه يخرج برك منها وخليها لهم هاي ليهم. ما كان مسكين في واحد الحالة مع اللي هو ديابيتيك، خرج كان منهك تماما يعني صحته متدهورة. طبعا الإنسان اللي يشوف الوضع اللي كان فيه والخدمات اللي قدمها منذ نعومة أصابعه كما يقولوا تقريبا، الله يرحمه، قلت لهم تبارك الله فيكم كي جزيتوه بهذا المكافأة كافيتوه خطاكس سجلكم الوطن. هذه قالها لي قداش خطر هالكلمة هذه، يقولوا شوف الشيء اللي قدمناه للجزائر ها ما جزوني. هذه والله هذه استدير بسل شافي عليها ذوك هكذا يعني شافي عليها الكلمة هذه. في النهاية تكون بهذه الطريقة هذه طبعا تخلى على تقريبا تخلى على كل شيء، ما عادش عنده نفس ما عندوش نفس الحماس نفس اليقظة. مسكين كي خرج عاد مقلق ما يلوي حتى حاجة. راحت له هذيك تاع اللمة تاع الضحكة تاع ولا منطوي في البيار الله يرحمه كيما خرج من بليده في هذيك لابيريود كان ديجا هو منطوي، كان ما يثق في حتى واحد، ما يتلم مع حتى واحد، الخروج تاعو كان قليل جدا. صار مسعود منطوي على نفسه، وحيدا كئيبا شارد الذهن، لا يثق بأحد، غابت ابتسامته، يقلب صفحات التاريخ وهو يتذكر كيف صنع الحلوى والسلاح، وكيف على نجمه، وكيف حطه السيل من علي. هو قاعد يستنى مثلي حب الشاطئ والباسبور باه يخرج يتكلم وبعد يقول لي انا شو على حسبك انت يعطيني باسبور؟ قلت له كي خرجوك قلت له كي سمعتك الباسبور. جواز السفر محنة أخرى عاشها مسعود وقصة يطول شرحها. عندما تم ابتزازه ومساومته على ما تبقى له من أموال مقابل منحه جواز سفر عادي بعد أن تم مصادرة جواز سفره الدبلوماسي أثناء اعتقاله في 8 جانفي من العام 1983. أنا قلت له سي با كوم سا كيفو فير تو إكري ديريكتومون أو مينيستير دو لانتيريور ايبي سيتو هذا ما كان ايبي بداو الناس يلوي بروبوز نجي عطي لي طون نجيب لك الباسبور دي ديزان دو انترميديار. وقد حصلت الشروق حصريا على نسخه طبق الاصل من جواز سفر مسعود زغار الصادر بتاريخ 20 أفريل 86 900 ألف عن ولايه الجزائر. يكون قد قضى مسعود 7 شهور تحت الابتزاز والمساومة منذ أن خرج من السجن العسكري البليدة بتاريخ 4 أكتوبر 1985. هما قالوا له on te libère définitivement, tu peux rentrer en Suisse, tu peux rester ici, tu as besoin d'un passeport hack et tu le demandes à nous pas d'autres. هناك روايات، هناك من يقول باللي أنا واحد قال لي باللي شرب القاسم واللي جابوه، واحد يقول باللي بن يلس، واحد يقول باللي شلوفي. كعطى شلوفي الباسبور زقال قال له تو رونتر شي توا ستادير يبو بارتير افيك سو باسبور مي اتونسيون اون فو بلو كو تو ترافاي بور نو. قال له علاش تبكي عليا ولدك مضاحي للوطنية رب الفوقاني هو اللي عالم وانا يراني يوراني
يعطيك. كي راح لإسبان كان دائما عنده امتيكوان مكان صغير في البينتور غويا، كاين الكافيتيريا وكاين واحد الطابله تمد على الطريق خطاك من بي فيتري، دائما راه قاعد تسمع حط القهوه تاعو وراه سير باقي حتى الموت نتاعو فيها علامه الشفاء. رشيد كازا، شلح بحري، مستر هاري، ألقاب مسعود زغار الذي غيب لحاجة في نفس أعدائه. نور الدين حكى لي قال لي بلي قبل ما يموت عمي الله يرحمه بالاثنين، هو مات بالاثنين عمي، والاثنين زاروا شريف مسعدية في إسبانيا. كي زاروا قال له بلي المعلم هو بعثني ليك، قال لك بلي جي تولي تخدم معنا. قال له ما نوليش، مانيش خدام هنا. أنا كي قلت لهم صايص كانوا مسؤولين في ذاك الوقت هنا، راحوا لمدريد. ثلاث أيام من بعد كان واحد مسؤول، ثلاث أيام من بعد روح مات مسعود، راه خصيص منا لا لوش يقول له باش يدير العملية. يقول لك باللي بعثوا لك حل عياط، وهو زعما بوغ لو بروتيجي بي كوم باغ هازار سي سو جور لا كي لي مور. مي سا فا با سورتو لك حلايات، ما كانش انسان يعني كيما هو تريزونات يشيرش با فير دو مال، وهذه ما كانش منها ابدا. مروح بثلاث ايام مات مسعود، راح منا قصيص ليه باش يكتب. مسعود زكار مات مسموم، اؤكد هذا 100%. نادية زكار تصر على ان والدها توفي وفاة طبيعية. بوزونو ايه مسموم في مسموم في 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 شكون في مدريد ما مسموم. والله يعلم ربي، احنا رحنا كلينا كنا نروحوا اكثر من مرات نروحوا ناكلوا في هذاك المطعم، بصح باش نقول لك مسموم ولا مش مسموم يعلم ربي. عندي فكره واضحه بين il est mort d'une crise cardiaque impossible. سمعنا بلي ماتت ما في الماكلة، داروا له البوزون في الماكلة في ريستورون، كان في ريستورون داروا له البوزون في الطبسي تاعو. لا فامي كو جي انتيروجي لا فامي زكار قالوا لي جامي il est mort d'une crise cardiaque. وي لي كاردياك ديجا، il est mort d'une crise cardiaque. دار عزيمة واللي ما تسمى في ريستورون ماروكان. هذاك النهار كي كيفاش تواك ورحنا تعشينا كنا في العائلة. لا كنا في مدريد، كانت نادية بزوج تاعها نصيرة، هادو بناتو، أختو الصغيرة دليلة وأمين ووليدو الصغير، والأحفاد كاينة أمينة ولبنى، وعلى أساس بلي أنا ونانا نروحوا معه. كانت البراءة بطعم الموت المؤجل المؤقت، تم استدراجه إلى مطعم مغربي تعود على تناول الأكل فيه، فدس له السم في طبق كسكس مغربي، فكانت النهاية التراجيدية للرجل اللغز. وأنا مانيش قادرة وليدي ومع الليل وأناني مريضة وذاك، حاولها ما حاول يعني كسر، قلت له انا ما نقدرش نخلينا لنا وحدها. قال لي معليش مالا دوك ندير لكم سهمكم، بعثونا الحق بعثونا الطعام كيما كومونداو ليهم بعثونا لينا. كان حبابو زوج ماشي مدام بوشعيب الاسم تاعو راح لل باسكو هذا هو اللي هذا انسان مهم هذا الشخص، باسكو هو اللي جا خارج معاه من لوتيل كيتعشى. ومن بعد العشاء انا كيفاش كنت معاه هو كان معاه واحد صاحبه، هو قال لي انا راح نمشي شويه، قال لي انت روح تروح مع كانوا البنات والعائله، قال لي روح معهم في الطاكسي، روحنا في الطاكسي احنا هو جاي يمشي هو وصاحبه من قديم، راح تعشى وياه في الريستورون كانت مش بعيده بزاف على الاوتيل تاعو، الاوتيل تاع مسعود. راح تعشاو، بعد ما خلصوا العشاء جا الشوفور، راح لي الشوفور قال له ذاك، قالوا لي لا روح انا جاي نمشيو هكذا، انا نمشيو انا دوك نجيو نمشيو ولا شوفور ولا
هو جا وصاحبو يمشيو. كيما خرج عمي من الغيستورون داولو دي سبازم صطر. مالا الغيستورون مش بعيد بزاف من لوتيل. يا بحري هولتني بخبار، خبر إلا ليا عليه جهود، جرح تحايا في حشايا ثار، بعد ان ظنيتو عشر للحود، نلقى روحي عاقب المشوار، من جهلي ومتلف المقصود، مالي غير القول يا قهار، أرحم من ثبتوا على الحود. هو توكل له شيء في الريستوران، لوطون من الريستوران حتى الأوتيل يخدم له هذاك الشيء. ولا اللي هضروا قالوا داروا له سم اللي معاه كل ما صار له والو. تاتك يا تامبوز خفاش اخرج من الريستورون اللي تخليك تخلي وليتي ما يجيش في سبيري سيكيلايتي كل حاجه ماشي مليحه. يوصل للأوتيل حنايا لا شومبر تاع عمي ولا تاع نانا لازقين في بعضهم. بنت خوه كان واحد سيدي وبعد نسمع في مسي بوشعيب جا طبطب في الباب قال لي عطيني الدواء تاع لازم تاع عمك تاع جداتك. قلت واش من دواء تاع لازم؟ قال لي عمك هاي جات له اون كريز. قلت له عمي ما عندوش لازم. قال لي النهجه جات له النهجه. قلت له ما عندوش النهجه عمي. فعمي يشرب يدير الانسولين عنده ديابيت. قال لي ما على باليش مالا راه في حاله رباحي تشوف فيه. رحت انايا نجري نلقى عمي الحاكم كرشو هكذا ويتوجع ويتوجع يقول يا ما ابي اما ابي اما قتلوني اما قتلوني. وبعد انا تلحت لي والعرق يسيح لي. وبعد انا رحت لي قلت له عمي وش بيك اللي عيطي لي النادية قلت له واش ندير لك؟ ما نعطيك حاجه ولا ندير لك شرب درت لانسولين تاعي. قال لي درتها عيط زربي عيط الناديه. انا كي خرج ما عيطش من لا شومبر تاع ورحت لا شومبر تاع نانا وعيطت للناديه. الناديه كانت اونتخ طون كانوا مروحين كملوا العشاء مروحين. سمع حكمت عليها في الطريق قلت لها ناديه عمي راهو في حاله وراهو يتوجع والى اون فورت دياري. وقالت لي قلت لها والعش ما دارش؟ قالت لي لا قالت لي نورمالمون هو ساتور يدير الانسولين تاعها. قالت لي قلت لها واش ندير؟ قالت لي ما تخميش دوك انا راكروشي دوك نعيط لهم لتحت يبعثوها ميدسان. ونقول له عمي واش بيك وهو يقول لي ويعاود في هذه يا ربي اسمح لي يا ما قتلوني يا بابا قتلوني. متى وبعد ما كان حتى واحد تعاود تولي عيط لا ريسبسيون. عمي ما كيما نقول ما فقدش الوعي حتى كي حدا خرجت له الروح تاعو بس بعد ما عرفتش انا واش عيط لا ريسبسيون على جال لو ميدسان. قالوا لي عيطت لنا دوك يجي هما ممكن سرعوا بصح بالنسبه ليا كان وقت بزاف. وليت لي عاودت لي كومبريس ومن بعد وليت لي واش ندير ما عرفت واش ندير له. قعدت انا هكذا وهو في لو لي وكسلت ريح حطيته لهنا ونحضن فيه ونقرا عليه في القران نقرا ونمسح له ومن بعد بدا الرغاوي. قالت كاس هنا شربنا مرود يا لغزة خيرة بلا عقار مرصودة وطريقها مسدود كلاليل وليه وقت فجار والساعات ضيقة معدود تبقى في عنا تذكار واللحد على قيسنا مقدود صوتي نادي قال يا حضار ما ريت سحابة تخبي الطود. المساليف بلانش تخرج له وانا نمسح له ودمك لي وبعد بقى بنك فيا انا نحس فيه استراح كاني نقرا فيه عليه في القران نحس فيه في استرخاء. وهي كانت خرجت له الروح وانا ما عرفتش بلي الروح تاعو خرجت له خاطرش قاعده نشاهد نقول له عمي شاهد وعاود في الشهاده بصح ديفيسيلمون.
وبقى لو روغار في جيم انا كيحط كي كيبقى يدنق ليا هكذا بقى عيني في عيني وانا نحس فيه هكذا نحس فيه صراح وانا كنت نكمل نقرا في القران نقرا في القران نلقى لو ميدسان دخل هزيناه من اللي حطيناه في البارتير وبدينا نديرو له قال لي شوفي انا ندير له الانتيا ديالو نفو وانا نحسب ندير لي بومب حتى 6 1 2 3 4 6 وانتي عاودي انا كي ندير النفو نحط فمي على هكذا نقولو ندير له فنسو نفو ما يعقبش صايي كي نسفلو يخرج منه ما عقبش النفو من بعد قال لي هي اكسكوز مي هي راحنا نرقد حتى جا لي واحد من العائله جا لي قال لي جري انا على كل حال حسبتنا انها هي اللي كش ما صرا لها انها كبيره مريضه هذا حتى لحقت كي لحقت لقيته متوفي الله يرحمه ويسعده. جا عبد الله زكار جا هو جا طبطب علينا في الدار وفتحت له انا الباب قال لي عيط لي لجدك ولا لخالك عيط له الخالي مسيو بن اسماعيل بن نوري وهو جا هضر معاه قال له باللي مسعود زكار راه توفى عمي ربي يرحمه سماش الدنيا كامله راحت واش ندير ندير بديت نقا ومن بعد كسلناه ومن بعد لحقت ناديه ناصيره وعمتي دليله جثمان رشيد كازا من مدريد إلى مطار عين الباي بقسنطينة مسجى بالعلم الوطني ليوارى الثرى في مسقط الرأس ساتارنو استعماريا والعلم استقلاليا كي قالوا كعادوا جايبون وقالوا لنا بلي جايب سجينة والغاشي تقول الدنيا تقلبت عندنا الغاشي اللي جانا الغاشي اللي جانا علم بالدنيا كل تتبكى عليه في الطرق في الديار في الدنيا في كل بلاصة الجنازة نتاعو كانت جنازة واش نقول لك الجنازة في ذاك الوقت لا بالك جابوا تفليقة جاو فمان هنا جاو قطع وزارة في ذاك الوقت ولا ما شفت هذاك جاو بوتفليقة وهو اسمه فمان باتوا هنا باتوا ليلتين هنا حتى شو يقولوا بتفليقه في ذاك الوقت كان مدرج روحه مش باين يعني هكذا بزاف اللي للصحافه ولا حاجه ولا ذاك كان مش معاه بزاف كان مش معاه بزاف بتفليقه كان ثم حاضر كان ثم مسموه جاي شافوا ثم كان معاه في كتاب دوغول والجزائر للمؤرخ محمد عباس في الصفحة 466 بعد 20 سنة من هذه المظلمة المؤسفة وبناء على ما أصاب الجزائر دولة وشعبا وإدارة واقتصادا منذ منتصف الثمانينات من القرن الماضي خاصة يمكن القول أن ما حدث كان عملا تخريبيا موصوفا من حاشية مغرضة في غفلة من القاضي الأول أو بتواطؤ منه بهدف التمكين للوبي الفرنسي في الجزائر
هذا التمكين الذي كان يستوجب للأسف تحييد اللوبي الجزائري بأمريكا بكيفية أو بأخرى. كان وطني كبير، كان يحب الوطن، يحب الجزائر، يحب ونفع الجزائر ونفع الرجال ونفع سي بومدين ونفع الثورة. لا بلو غراند فيكتيم دو بوفوار دوبي لانديبندونس، مي سي فريمون كيلكو شوز دانكرويابل كون بيس فير دي زيرور كوم سا سوا شادلي ولا العربي بالخير. هذا مع الشخصيات الدولية عالمية، هذا راه علاقات مع الباب، علاقات مع رؤساء الدول الكبرى، علاقات مع الملوك، علاقات مع كذا. تجي هذا من هنا يقول لك جس عليا. يعني الشيء اللي خدمه مسعود زقار وشاهدناه، احنا خدمنا معاه وشاهدناه، يعني جزيه بهذه الجزاء. مره من المرات تقول لي انت تقول لي هي تقول لي انا ما نقعدش في البلاد اللي غدروا بابك. قالت لي كيما انت واش قاعد يعني نورمالمون ما تقعدش في بلاد كيما هذه. واحد وين تروح يعني ما تقدرش تغادر بلادك، يعني بلاد حاجه والغدارين حاجه كيما يقولوا. مسعود زغار الرجل اللغز توفي في ظروف اغتيال غامضه بتاريخ 21 نوفمبر من العام 87 900 و1000. علي مزنان الساعد الأيمن لمسعود زغار اغتيل في حادث مرور مأساوي غامض بتاريخ 25 جوان من العام 1980. نور الدين زغار النجل البكر لمسعود زغار توفي في ظروف غامضة سنة 2002. محمد النواني المكنى بيل ظل مسعود زغار توفي هو الآخر في ظروف جد غامضة سنة 2009. محمد علواش ابن أخت مسعود زغار مسير فندق روزفلت بالولايات المتحدة الأمريكية والذي كان ملكا لمسعود توفي في ظروف جد غامضة في 2003. النادي مسعود ما يستاهلش الموت هذية وما يستاهلش يخرج من لابتيت بورت. قلت له بنيته وعليت صديته وخليت. وأفلت بعض زمام التأني وحمى الكراسي كإعصار جني، ودنيا المطامع تبدي الخفايا وتدفع عشاقها للتجني. فهب رجال لضمد الجراح، وانقلب البعض ظهر الجن، وتطوى الحماقات طي الكتاب، وعن كنه أسرارها لا تسلني، وخلي غوامضها للزمان، فإن الزمان لأفصح مني. لتطوى صفحة من صفحات تاريخ الجزائر عن رجل أبلى وأفنى العمر في خدمة وطنه. إن شاء الله برك أنه الجزائر الاعتبار من الإنسان برك إعادة النظر في القضية وتكريمه، يعني معنى الكلمة، والتصويت قدام الأجيال اللي ذكى واللي جاية باللي سيد هذا راهو نظيف. عمر الباطل ولا يغرب الحق. ينزع الوطنية هذيك اللي تربى فيها، اللي تربى فيها عائلة تاع كما نقولوا تاع الوطنية وتاع هذاك. يمشي وجه الحل وقابل ويخدم إلى طربية كل الناس. ما هوش عامل لا لفرنسا لا لأمريكا لا لإسرائيل لأي جهة أخرى، وكان وطني وطني وطني. يولي مسعود زكار حتى يولي خاين بلاده، هذه ما يقبلها حتى واحد، ما يقبلها حتى ذاك. سيد أحمد غزالي رئيس الوزراء الأسبق، بعد عدة اتصالات التقيناه لمدة ناهزت الساعتين في بيته، وبعد رحلة مفاوضات على مدار شهر ونصف رفض أخيرا الإدلاء بشهادته. إسماعيل حمداني رئيس الوزراء الأسبق،
بعد اتصالات دامت شهرين من التلكؤ والتململ، رفض الإدلاء بشهادته، ثم استؤنفت الاتصالات ووافق على أن نوجه له أسئلة مكتوبة للإجابة عنها، لكنه عاود ورفض حتى الإجابة عن الأسئلة التي أبرقت عبر الفاكس، ولكن أخل بالتزامها. خليفة الشاذلي الوالي الأسبق شقيق الرئيس الشاذلي بن جديد، بعد شلال من المكالمات المطاطية ثم اللقاء معه في فندق الهيلتون بوهران، اتفقنا وحدد موعد لإجراء الحوار بعد 3 أيام في بيته، لكن أخل بالتزامها. عبد القادر معيزي مدير الشركة الوطنية للبناء سابقا، الذي سجن مع مسعود، بعد سلسلة من المكالمات والاتصالات ظل معيزي يعدنا بالإدلاء بشهادته، لكنه أخذ يتعذر بالحالة الصحية والتحجج بالشفاء، وفي الأخير رفض الإدلاء بشهادة. الدكتور خالد بوعكاز سهر مسعود زغار، بعد جلسة دامت 4 ساعات اتفقنا على التسجيل بعد 3 أيام لتتحول الاتصالات لحالة مزمنة دامت 5 شهور، بعد أن أغرقنا في سيل من الوعود بتسليم شريط فيديو وبعض من صور مسعود، لكن نكص وعده ونقض عهده. سعيد قطالي شريك ورفيق درب مسعود زغار، ظل السعيد على مدار 3 شهور يتعذر بحالته الصحية، وأبقى وعد اللقاء مفتوحا، لكن الكتاب الذي صدر على زغار وتم تناول فيه سعيد قطالي بكثير من الإساءة جعله يتراجع عن الإدلاء بالشهادة. دليلة زغار الخنساء الهاربة الشقيقة الصغرى لمسعود، بعد عدة اتصالات ووساطة صغير جيلاني وعدت بالإدلاء بالشهادة بعد عودتها من السفر، ولكن الخنساء الهاربة كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. مولود حمروش رئيس الوزراء الأسبق، بعد عدة اتصالات عبر الوسطاء رفض الإدلاء بالشهادة، حيث كان مدير ديوان الرئيس الشاذلي بن جديد أثناء اعتقال مسعود، وواحد من المسؤولين عن النهاية المأساوية لمسعود. أحمد طالب الإبراهيمي وزير الخارجية الأسبق، بعد وساطة عبر صديق له رفض الإدلاء بالشهادة، ولا مانع لديه أن يكون اللقاء شخصي لا إعلامي، وهو الذي كان وزير الخارجية في عهد الشاذلي أثناء الزج بمسعود في سجن البليدة. الجنرال المتقاعد رشيد بن يلس، بعد جهد جهيد ووساطة قادتنا إلى شقيقه جاء الرد بأن الجنرال لا ينوي أبدا إجراء أي حوار مهما كان نوعه، وحجة شقيقه نقلا عن الجنرال أن وضعه الصحي لا يسمح بذلك، وهو أحد المسؤولين المباشرين أثناء الزج بمسعود في السجن العسكري بالبليدة، كونه آنذاك الأمين العام لوزارة الدفاع بالنيابة. الجنرال المتقاعد مصطفى شلوفي، بعد أكثر من 20 مكالمة هاتفية امتدت على مدار 2.5 شهر، والجنرال شلوفي يؤكد لنا إجراء الحوار معها، كونه أحد المسؤولين المباشرين أثناء محاكمة مسعود زغار بصفته آنذاك الأمين العام لوزارة الدفاع، وهو الوحيد الذي يملك سر قصة جواز سفر مسعود، لكن أخل بالتزامها. الجنرال عمار بوسيس الوحيد المتبقي من فريق هيئة المحكمة العسكرية التي تشكلت لمحاكمة مسعود، والتي تكونت من أحمد ميتيريا قاضي مدني، والقاضي الأول الرائد تريباش، القاضي الثاني الرائد بربار، ووكيل الجمهورية العسكري الرائد عمراني، ونوابه الملازمين مقراني وبن عمار، وقضاة التحقيق 3 النقيبين شوقي بن عيسى وعمار بوسيس والملازم عبد الرحمن حسان، لكن الجنرال عمار الذي يشغل حاليا مدير المنازعات والشؤون القضائية على مستوى وزارة الدفاع امتنع عن تقديم شهادته تحت واجب التحفظ كونه لا زال في الخدمة. العقيد المتقاعد كمال لحرش مشطنا ولعدة شهور بحثا عن رقمه فلم نتحصل عليه، اضطررنا التنقل لبيته، وبعد أن قرعنا الباب خرجت لنا حرمه،
طلبنا لقاء زوجها كمال، أخبرتنا بأنه مريض، تركنا لها الاسم والصفة ورقم الهاتف للاتصال، لكن قبل أن نغادر قالت لا تنتظروا منه أن يدلي لكم بحوار. كمال لحرش المكلف حينها بدائرة الأمن الخارجي على مستوى الأمن العسكري، يعد الرجل الثاني بعد العرب بالخير في عملية الزج برشيد كازا في غياهب السجن العسكري بالبليدة. Thank you.
اخوكم راه مقبول فهمت ولا يا وتفكرونا ما تخليوناش يا تفكرونا ما تخليوناش. قهوة بونال هي المخيرة وديما في القمة. أولادي أغلى ما في الوجود، خاصة عندما أرى فرحتهم بما أقدمه لهم، فسعادتهم لا يقابلها ثمن. أفاجئهم دائما بالأفضل أينما كانوا، وهم يستمتعون بأوقاتهم مع الأشياء التي يحبونها، وتكتمل فرحتي عندما تجتمع كل العائلة كبارا وصغار. فمن واجبي أن أحافظ على صحتهم وأختار غذاءهم بعناية لأرضي أذواقهم، فاخترت مجمع بلاط لأني كل ثقة أن غذائي ترعاه أيادي آمنة. بلاط، غذاؤك ترعاه أيادي آمنة. هذه مجموعة لبال فيها الخير ألوان وشكال، وعلاش تحتار مولات الدار، ولابل أحسن اختيار، خمن ومارغارين بنينة، وللخبزة أحسن طرينة، قهوة وحليب يغذينا، ولابل أحسن اختيار، مع المكلة كاين أصول، زيتنا بلا كوليسترول، حمص وعدس ولوبيا وروز، ولابل أحسن اختيار، ذوق أصالة، ذوق أصالة وفنون، الكسكس والمقرون، سكر مع عصير لابل، ولابل أحسن اختيار. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى أول موجز إخباري لهذه الفترة الليلية، سنكون معكم إلى غاية الخامسة صباحا ودائما على المباشر. بداية، حمل المشروع التمهيدي لقانون المالية 2016 العديد من التعديلات التي ستمس بعض المواد، وبالخصوص تلك التي أحدثت ضجة وجدلا كالزيادة في أسعار الوقود وكذا المادة المتعلقة بالاستثمار السياحي. إلغاء لبعض المواد وبعض التعديلات التي تمس بالدرجة الأولى جيوب المواطنين، قمنا بتخفيض يعني بعض الزيادات مثل المادة 14 والمادة 15 التي تنص على الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الطاقوية كالكهرباء والغاز، وكذلك المادة 15 التي تنص على رفع الرسم على المنتوجات البترولية مثل البنزين والكهرباء والغاز، قمنا ببعض التخفيضات التي يعني يريدها المواطن. قالت الأمينة العامة لحزب العمال لويزا حنون أن مجموعة 19 أربعة متأكدة من أن رئيس بوتفليقة لم يتلقى رسالة، كما اتهمت حنون أيضا منتقدي مجموعة 19 أربعة بمحاولة التقرب من الرئيس للحصول على مناصب في الدولة. وأضافت الأمينة العامة لحزب العمال خلال اجتماعها بالمكتب السياسي أن عمار سعيداني كان وأحمد أويحيى قد نصب نفسيهما وصيين على الرئيس. المتزلفون والزبائن يعني لو زابانديس لي كورتيزون اي لا كليانتيل، اللي حاب يولي سيناتور واللي هو سيناتور خايف ينحيوه، واللي حاب يرجع وزير واللي حاب كذا واللي حاب ان بوست
كل بيان سور انطلقوا في الحمله الشرسه والاهداف للسيبل بريفيليجي تاعهم خالده تومي.